ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير الاقتصادي الأستاذ خضير كاظم حمولي. أستاذ خضير، بداية مرحبا بكم. يعني إلى أي مدى ترى أن العقوبات الأمريكية على إيران آتت آثارها أو أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد الإيراني؟ السؤال ما سمعته بوضوح لأنه الصوت غير واضح. نعم، إلى أي مدى أثرت العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني والذي ألغى سابقا معظم العقوبات الاقتصادية ضد إيران مقابل قيام إيران بالحد من طموحاتها النووية، وقد وعد ترامب بإضافة عقوبات جديدة عالية المستوى، وإن هذه العقوبات من شأنها أن تشرك أطراف ثالثة لا زالت راغبة بالتعامل مع إيران، وهذا قد أثار مخاوف العديد من الدول الأوروبية. كما أن الخزانة الأمريكية أكدت على أن واشنطن ستعيد فرض مجموعة من العقوبات بعد انتهاء فترة تخفيف العقوبات التي تمتد من 90 إلى 180 يوم، وإن إعادة هذه العقوبات سيتم من خلالها وفي غضون 3 أشهر أن تشمل فرض قيود على بيع العملة الأمريكية الدولار لإيران، ثم فرض قيود حول شراء الذهب والمعادن النفيسة من إيران، وفرض قيود مباشرة وغير مباشرة على شراء الصلب والألمنيوم، ثم فرض عقوبات وقيود على الاستيراد على الاستثمار في السندات الإيرانية وعلى على شركات السيارات الإيرانية وعلى التعاملات بالعملة الإيرانية الريال، وامتدت إلى العديد من هذه العقوبات. وبعد انقضاء 180 يوم سوف تدخل العقوبات التالية حيز التنفيذ، والتي تعتبر عقوبات ذات أثر كبير على الاقتصاد الإيراني، وهي ستطال الموانئ الإيرانية وسفنها ومصانع السفن، وقيود على التحويلات المالية بين المؤسسات المالية الأجنبية والبنك المركزي الإيراني، وقيود على خدمات الاكتتاب والتأمين وإعادة التأمين، وقيود على التعاملات المتعلقة بالأنشطة النفطية. وقد تؤثر بشكل كبير على طبيعة الاقتصاد الإيراني، وسوف بالتأكيد تقصم ظهر الاقتصاد الإيراني وتؤدي إلى خلق بطالة، وقد تكون نسبتها إلى أكثر من 36%. هناك دول تتعامل مع إيران اقتصاديا. وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت دليلا شاملا عن أنشطة إيران لتمويل الإرهاب. برأيك هذا الدليل إلى أي مدى سيؤثر فعلا على الدول المتعاملة اقتصاديا مع إيران؟ بدأت المخاوف تمتد إلى العديد من الدول الأوروبية، بدأت تشعر بضرورة الانصياع إلى التوجه الأمريكي، وبالتأكيد هذه في منطقة الشرق الأوسط تمتد إلى كثير من الدول، ما عدا طبعا بشكل خاص العراق وسوريا ولبنان، لوجود علاقات متداخلة فيما بين الحكومة الإيرانية وحكومات هذه الدول. شكرا جزيلا لك من عمان الخبير الاقتصادي الأستاذ خضير كاظم حمودي.